البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ بلا ما تشوفوني بحال هكا راه دايره القب حيت ما جايباش معايا المظل وكاينه الشتا الحمد لله. مشيت قضيت واحد الغرض وما عاودتش لكم البنات اش وقع ليا. عرفتي وتعرفوا شنو وقع ليا؟ غتصدموا في الدار، ولكن هذه غنخليها لكم حتى نوصلوا للدار، وهذيك الساعه غنعاود لكم شنو وقع ليا. دابا غدا ناخذ الزربيه، هادشي علاش نوصل للدار ونقول لكم علاش باغا ناخذ الزربيه واش وقع ليا في الدار. المهم غدا الواحد هذا دابا كيعطيو هنايا بالجمله نشوف فيه الزربيه مالي عرفتي. واو 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 شش شعر البنات، شعر. انا نقول لكم اشنو درت ليه، حتى هو درت ليه واحد المشيطه واحد اللعيبه شاف اليوتيوب وشاف الانستغرام كيديروها بزاف كيرجع لك شعرك بوكلي، وقلت علاش ما نجربها. ايوا صافي وانا نجربها وصدقات زوينه، درت هذيك الخطره وعاود درتها دابا طلعت زوينه. المهم نصور لكم الدنيا كي دايره. هاتي راه الشا هانتوما كتشوفوني كامله فازقه، ولكن ماشي مشكل. المهم ان شاء الله غندخل المحل هنايا وغنحاول انني نصور معاكم، وبغيت نقول لكم عاوتاني شوفوا الحبوبه البنات. عرفتي عاد ما زاد من ورا داك الفيديو عاد ما زاد طبطق ليا مزيان في وجهي، ولكن ماشي مشكل الحمد لله الحمد لله على كل شيء. المهم هي فاش ما جاتنيش نمشي ندير غسيل الامعاء، هذيك هي المهمه الحمد لله. يلا البنات سمحوا لي تمشي، وديك الساعه تنوصل وديك الساعه نكملوا الهضره. جاي داخله عليكم بحال هكا ناري. هنا البنات دخلت للمحل الاول، ها نتوما كتشوفوا الزرابي كلشي كلشي محطوط. يعني دخلت كنقلب يعني كنحل بالزربيه بالزربيه، اما كنلقاها كبيره يا اما كنلقاها صغيره، وهادو هما الزرابي ديال الصاله حتى هما زوينين. المهم بقيت كنحل كنحل كنحل، انا ما بغيتهاش بحال هكا فيها الالوان بزاف وداك التخربيق، ما بغيتهاش، بغيت شي حاجه اللي تكون سامبل ولا تكون فيها شي زواقه اللي تكون خفيفه. وانتم كتشوفوا راه المحل مشقلب في السلعه ولكن انا راني مزاجياش كنقلب من نيتي، ولقيت هذا البنات فن 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 بزاف. ولكن المشكل اللي فيها انها لقيتها في عبار كبير وما لقيتش الصغيره ديالها. جيت المحل اخر حتى هو ديال الجمله، ها نتوما كتشوفوا الزرابي ما حتى شي حاجه ما تجيني مع الصالون حيت ما عنديش دوك اللوينات. واللي عجبني اللي عجبني هي الحصيره، تفكرت تفكرت المغرب ايوا. المهم بقيت انا كنقلب بالزربيه بالزربيه، حتى هذه زوينه، ولكن كون كانت في الباج غتطلع زوينه.
وصافي بقيت كنقلب بالوحده راكم عارفين فاش كتكونوا كتبغيو تاخذوا شي حاجه راه كتبقاو تقلبوا. ها نتوما راه شفتوا هذا اللون ديالها مغلوق، كون كان اللون مفتوح يعني ماشي مشكل، وهادو راه كيديروا حتى السداد للبنات اللي بغاو يديروا السداد. ها هما راهم دايرين واحد البلاصه دايرين فيها الموديلات ديال السداد ديال بونج يعني ديال الكليسه اللي بغيتي ديري فيها، الخوامي حتى هما كيفاش بغيتيهم الطوابل، واخا لقيت عندهم هادشي مرون وقيلا باغيين يديروا سلعه جديده. وقلت علاش لا ماشي مشكل نصور لكم، نتوما راه حنا راه عائله، الا شفتي انا وشفتو نتوما راه حنا راه بحال ايوا صافي. هادشي بقيت كندور فهاد المحل ما لقيتش، خرجت عاوتاني انا نوريكم عاوتاني فين مشيت. باش غنقول لكم هذا ثاني محل ديال الجمله جيت ليه وما لقيتش فيه الزربيه، هذاك العبارات اللي بغيت ندير والله ما لقيتهم. باقي غنمشي عند الاخراني نشوف اشنو كاين. المهم راه صورت معكم يعني شويه ماشي بزاف، ولكن المهم راني غنخلي لكم الفيديو. ها هو الطوبيس جاي، طبيجه باش نمشي ان شاء الله، وباش في مكان غنشد معكم الشيء الاخر. الزهر اللي عندي زهر عوج عوج عوج. وهنا البنات مشيت عاوتاني للمحل الثالث، انا غنسطيكم الزهر اللي عندي. لقيتهم الزرابي راهما كيف ما كيبانوا لكم راه كاملين اللور، والسلعه كامله يلا وصلاتهم حاطينها تما في الجناب. مشيت لهاد البلاصه دايرين فيها حتى هي الموديلات، شفت دوك الموديلات ولكن ما الوان عندي مشكل في الالوان، بغيت انا شي لون باج غادي للذهبي. الكبيدات يلا غنكمل معكم الفيديو. ما نعاودش لكم واحد التخسيخه دسمنا داك النهار، جيت فازقه للدار، واخا ماشي فازقه من الداخل فازقه من على برا، حيت صبات عليا كاع داك هذيك الشاشه صبات عليا، وكنت دايره القب والقب فيه الفرير كامل كيقطر عليا بالماء. كنت بغيت نوريكم الشعر السيل اللي درت الساعه جيت للدار ما بقى لا السيل لا والو ولا حالته حاله. المهم البنات مشيت راكم شوريتكم هذوك صحاب الكرو اللي كاينين هنايا، صورت معكم هذاك الشيء اللي عندهم ابار هما عندهم هادشي ديال الصالونات اللي بغات تفرش الصالون بغات تاخذ الزربيه بغات تاخذ هذا، كيبيعوا حتى داكشي يعني بالجمله يعني الجماله عندنا هنا كيبيعوا داكشي بالجمله اللي فاتح محل داير فيه هادشي ديال الماكله العربيه بصفه عامه كاع هداكشي كتلقاوه عندهم عندهم ستوكات. ايوا المحل الاخراني اللي مشيت ليه مول الجمله الاخراني اللي مشيت ليها البنات دار تبانوا لي عنده زرابي زوينين حتى هو، ولكن العبارات اللي بغيت انا ما كاينش، ولا هذيك اللي عجباني كتكون كبيره. ايوا صافي وراني شي ستيلات اخرين بغيتها في الباج، ولكن لقيت داخلين فيها بزاف ديال الالوان داكشي ما غاديش يجيني مع الصالون، وانا بغيت شي حاجه الا كانت كاع فيها زواقه تكون سامبل، فهمتي يعني فهمتي بحال جالسه حدايا هذاك الشيء يعني تكون سامبل ما تكونش مشعشعه بزاف. صدقت واخده صلايه ديال الصلاه خديتها البنات هادي. خديتها باش عجبتني انها من هنا مضوبله يعني، واخا تفرشها من نهار الارض ماشي مشكل يعني كتكالي عليك ماشي هادوك الخفافات. ايوا صافي ودابا انا نجي نعاود لكم علاش انا باغا ناخذ زربيه. اش غنقول لكم داكشي اللي جرى فيا داك النهار هذيك الليله ما جرى حتى شي واحد، ناعسه عليا ما بيا باش الغد لي نفيق في الصباح بكري، وصلت 5 ديال الصباح باغا نوض نشرب شويه الماء ورجع الناس.
تخيلوا البنات، تخيلوا تخيلوا، انا ضرباتني الفيقه ولكن باقي دايخه. انا من النوع ديال فاش كنفيق كنفيق ساده عينيا، يعني اي بلاصه كنبغي نمشي لها كنمشي لها ساده عينيا باش يبقى شاد فيا النعاس ورجع النعاس، حيت الا ما درتش هكاك يعني صافي راه غيهرب عليا النعاس. ايوا صافي نط انا، يا يلاه غنحط رجليا في الارض، عرفتي راه بحال صرفقتيني بحال، عرفتي راه تخلعت. جيت نشعل الضو، الارض كامله ما رجليا كتلعب في الماء بحال شي بيسين، وبحال هكاك عرفتي راه رجليا تخشات وسط الماء لقيت الماء بحال هكا عرفتي صافي بحال تصرفقت. نط مشيت لهذا، جيت لهنا المراح كنشوف هوك هوك، كيبان لي الصالون كله مشى، الزربيه فازقه، الدار كامله ما، مشيت للبانيو كله ما، تصدمت صافي. كنقول ويلي اش غندير اش غندير اش غندير، ما عندي حتى كراطه. الجيران كلشي طلع عندي، كلشي طلع كيقول لي ناري اش وقع اش هذا، جينا نشوفو لقينا كاين واحد المشكل عند السيده اللي فوق مني، عندها ديك ديال السخونيه واقيلا ما بقاتش خدامه عندها، وقع فيها شي مشكل وبقات كتجمع الماء. ايوا داك الماء انايا اهبط عليا، ابار قبل كان كيقطر عليا شويه، قلت لها اش كاين اش كاين، قالت لي مشكل ماشي من عندي، قلت لها صافي ماشي مشكل. ايوا من بعد تلقي الدار بحال هكا كافتي، راه جاتني البكيه، خاصني نوض نجمع، خاصني صافي تبلوكيت ما عرفتش اشنو غندير مازال. ايوا عاد نط البنات كاع الجيران طلعوا، هزيت هذوك الجفافات ميني جفافات ديالهم والشطابه، كنخرج الماء على برا، كنخرج الماء على برا، الجيران بداو كيطلعوا عندي اش واقع اش واقع، شافوا اشنو واقع، عيطوا البومبيه جاو قالوا لي اشنو كاين اشنو كاين، قلت لهم انا كنت ناعسه فقط كنلقى هذا الشيء، هذا الماء ما يمكنش نجمعو اصلا بالشفاف، يعني ماشي شويه الماء ديال داعلك غتجي غتجمعو وصافي. عرفتي راه سيق الدروج كاملين، كتخرج كنطلع من البالكو كتبان لي الزنقه كامله غاده بالماء، عرفتو شحال ديال الماء. الحاجه اللي كالات لي على البونج هو انه كانت فيه واحد، راه فاش شاركت معكم الفيديو ديال صالوني راه وريتكم انه البونج كنت دايره ليه البلاستيك اللي جابيه شديته غير لصقته دوك البلايص اللي فيهم التقابيل لصقتهم صافي، وفاش درت طلامط عليه ما كنسمع لا تخرشيش لا حتى شي حاجه، صافي خليته يعني مفرشاه بحال هكاك. هذيك الحاجه الوحيده اللي نفعاتني، اما حتى البونج في الزد. المهم هذه هي البونجا، هذا هو الارض ديالها فزقات لي بحال اللي قلتو غير حتى لهنايا. ايوا نط على هذا، اش بغيت نقول لكم، بيت النعاس كنت حاطه واحد الساك فيه شي حوايج تما وشي لعيبات حاطاهم يعني لتحت، باقي ما جمعتهمش كاملين، ما كايناش شي حاجه بقات لي ما خسراتش، حتى من الاضاءه اللي كندير هذه راه شريت واحده اخرى، ومازال هذه راه غير صغيوره، الاخرى اللي عندي الكبيره كنت خديتها من امازون، تخيلوا جبتها واحد النهار بغيت نصور بها، يلا درت لها حيت الباتري ديالها كيبقى محطوط في الارض وكندور الخيط يعني عادي، جيت بغيت نديرها وهي طيح لي المكانه كامله تحرقات، قلت لها مزيان هادشي اللي بقى خاصني. ايوا البنات صافي قلت لكم خرجت الماء كله، من بعد جاو عندي اللي كيصايبوا هادشي قالوا لي راه المشكل من عنده، وهذا جاو عنده صايبوا الحمد لله دابا بخير وعلى خير، ولكن ولات فيا قاعده كون غادا الخدمه كنهبط الماء، كنبغي نعس كنهبط الماء ما كنخليهش مازال محلول، يعني كنسدو حتى الا وقع شي مشكل ولا شي هذا ما يهبطش ليا الماء. هذاك الشيء علاش مشيت ناخذ الزربيه حيت الموكيت اللي كنت مفرشاه هنايا فزق ليا، ودوك الايام من زهري المنحوس كاينه الشا ما عندي حتى فين نشر، يعني حتى السدادر شديتهم جمعتهم لهاد الجهه كرت تما نشفتو قاديتو حطيتهم وقفتهم حليت عليهم الشراجم بقاو كيتهواو، خديت هذيك اللي كتسخن عاد وليت كندير لهم السخان وكنقلبهم، ندير لهم واحد ساعتين سخان على هاد الجهه ونقلبهم هكا صافي، وبقيت بحال هكاك.
ايوا صافي. من بعد راني ديت طلامط. المهم ديت هادشي تصبر طلامط هادوك اللي كيتفرشوا فوق من الموت. وكان عندي حتى واحد الكوفر اللي كنت حاطه غير في الارض، بغيت من بعد نديرو في الساكيتو باش ندي معايا المصبانه. الساعه حتى هو كامل في زك، جمعت كل شيء وديته. ولكن عرفتي ورا الاداب، عرفتي ورا كنخرج في الما، كنخرج من الخمسة ديال الصباح حتى ل 11 ديال الصباح، وانا كنخرج في الماء وكنشف تحت الماريو. عمر ليا كله تحت الناموسيه، الكوافوزات تحت منهم، كاع داك الشيء عمر ليا ميمان. صدقت صافي حيدت كلشي، ولكن عندي الدار هكا شويه مايله باش ما كتحيدي الماء. كنقول ساليس كيخرج ليا من تحت الماريو الماء. شديت واحد المانيطه صغيره حطيتها تحت منه، الماء كاع اللي نزل مازال اللي كان باقي حاصل نزل، شربات هذيك المانيطه وعاد تهنيت. داكشي علاش كنقلب البنات باش ناخذ زربيه لهنا، حيت ما قدرتش نفرش وانا ما عندي الزربيه. غنصدق خارجه على الطلامط، كيف ما كتشوفوا هادو راه ما صبنتهمش المخاد حيت نقيين وما وصل لهم لا ما لا والو. ايوا البنات هذه هي القصه ديالي. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش الاعجاب الاعجاب الاعجاب. اللي تفرجات راه ما تخسر والو، الا وركات على الاعجاب بالعكس راه كتفرحوني والله. حيت بعد خطاس كنشوف المشاهدات طالعه ولكن الاعجاب نازلين، كتلقى يلاه بدا الفيديو تدخلوا شي 19 ولا 20 ولا 100 يتفرجوا في الفيديو، ولكن كتلقى يلاه 15 جيم. ما تبخلوش عليا بلا جيم البنات. ولا عجباتكم القناه ديما كنقولها لكم، يعني صيفطوها للناس والحباب ديالكم. واللي باقي ما مشتركش في القناه شاركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو راه غيوصلكم. وان شاء الله البنات نتلاقاو في فيديو جديد، كنموت عليكم كيف العاده.